نظرة تعتقد أنه جيل مميز وأبدع في استعمال التقنية، وبذكاء ومرونته استطاع التخلص من كثير من عقد الأجيال السابقة. ونظرة ثانية تتصور أن جيل اتكالي لا يعتمد عليه، وهم الأساسي اللعب والمتعة. بين هالنظرتين يقف أفراد الجيل زد حائرين، أي النظرتين أقرب إلى الصواب؟ ما هي مميزات هذا الجيل ليعززها؟ وما هي سلبياته ليعالجها؟ وما هي قصة الشعور بالاستحقاق، الإحساس المتفشي بين أفراد هالجيل؟ في ملف اليوم نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة. الأطفال في عصرنا الحالي مهددون بأن يظلوا أطفالاً طيلة حياتهم. بهالكلمات استفتحت كاي وايما كتابها وهي تتحدث عن خبرتها أو معاناتها مع مشاعر الاستحقاق عند الشباب. تحكي كاي قصتها لما كانت تصطحب ولدها صاحب 14 سنة في سيارتها لتوصيله للمدرسة. كان جالس في الكرسي الأمامي وهو متملل كعادته. صادف في هاللحظات وجود سيارة فارهة تسير أمامهم في الطريق، وكذلك عن يمينهم وشمالهم تمشي سيارتين من أغلى أنواع السيارات الرياضية. بعد لحظات من الصمت وجه الولد سؤال لأمه: تتصورين أي سيارة من هالسيارات راح يكون شكلي فيها أفضل؟ أتوقع هذه السيارة الرياضية الثمينة راح تكون أحلى علي، لازم أحصل عليها لما يكون عمري 16. تقول الأم أنها كانت تتصارع الغثيان لما سمعت هذه الكلمات، بمعنى لا عد شبتها، وتقول كان ودي أصرخ في وجهه: في أي كوكب تعيش؟ شلون راح تنفق عليها؟ ومن وين لك أصلاً فلوس تكفي لشرائها؟ لكنها درت أن هالأسئلة ما لها إجابة، فالعالم الوحيد اللي عرفه هالولد هو عالم الموبايل والتطبيقات. لحظتها تساءلت الأم: منو المربي الحقيقي لهذا الطفل؟ ليش ما يفكر إلا بالماديات؟ وين راحت كل نصايحي؟ في الحقيقة الأم كاي ما كانت تواجه مشكلة فريدة من نوعها، لأن هالمشكلة واسعة الانتشار خاصة بين شباب وفتيات جيل ما بعد الألفين، الجيل اللي اصطلح عليه باسم جيل زد. A generation who no longer need to create a full strategy in order to reach and influence thousands of people. We just create a tweet. Think of the power this holds. Every single Gen Z has a platform with which they can voice their opinions and ideas. I mean, you only need to open your phone and you'll probably find any one of your friends talking about a trending news topic as if they were some sort of expert. المشكلة اللي واجهها أفراد هالجيل هي طغيان الشعور بالاستحقاق. فما هو هذا الشعور؟ الشعور بالاستحقاق هو حالة نفسية وعقلية أصلها الاقتناع العميق بأن العالم مدين لنا، أو بمعنى آخر هو شعور الفرد بأن قادر على الحصول على ما يريد في الوقت الذي يريد بالطريقة التي يريد. وأصل هذا الشعور هو أن الإنسان يحس أنه أفضل من غيره، وبالتالي هو لا يستحق أن يعامل كما يعامل الآخرون. هذا الشعور بالاستحقاق ينعكس على سلوك الفرد ويظهر بأشكال خطيرة، منها أنه يحول كل حدث سيء طبيعي بالحياة إلى مأساة وجودية ومأزق نفسي. فطبيعة الحياة أنها تغلبنا أحياناً وأحياناً نغلبها، وأن آمالنا ورغباتنا وأحلامنا مو بالضرورة أنها قابلة للتحقيق، لكن الشعور الدائم بالاستحقاق يخلينا نحس بالبؤس وعدم الرضا، لأن راح نعتقد أن إحنا دائما مظلومين، فما راح نقبل الخطأ ولا نتصالح مع قسوة الدنيا. والإحساس الدائم بالظلم يؤدي بالنهاية إلى نوبات حزن شديدة، وهالنوبات راح تقودنا إلى الغضب والسخط وغيرها من هالمشاعر. ولتعويض هذه المشاعر يطمئن الإنسان نفسه لما يقنعها بأنه أفضل من الناس، وبأنه مميز ويستحق الأكثر، وأن اللي حوله ما يقدرون القدر اللي يستحقه، وبالتالي تتم معالجة الشعور بالغضب بشعور سلبي آخر وهو الاستحقاق.
أثبتت بعض الأوراق البحثية أن اللي يزيد شعورهم بالاستحقاق يكونون أكثر غضباً لما يتعرضون لخيبة أمل، حتى لو كانت عطل بسيط بجهاز كمبيوتر، لأنهم بلا وعي يشعرون بأنهم لا يستحقون حدوث هذا الأمر معهم. الأثر الثاني للشعور بالاستحقاق يظهر من خلال سلوكنا وأفكارنا حول حياتنا المهنية. فالشخص الاستحقاقي يشعر أنه يستحق راتب أكثر من اللي يأخذ أقرانه، ويرغب دائماً بالحصول على مميزات خاصة دون زملائه، ولأنه دائماً يعتقد أنه هو الأفضل نلقاه يتساهل بكسر القواعد بدعوى أنه أكبر منها. الأثر الثالث يظهر في العلاقات الإنسانية. ترى الأستاذة جولي إكسلين، أستاذة العلوم النفسية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، أن الإنسان اللي يطغى عليه الشعور بالاستحقاق يشوف أنه جدير بالاهتمام وباستقبال الحب والعطاء، لكنه ما يكلف نفسه بالتضحية من أجل الآخرين، فما حد بنظره يستحق الاهتمام غيره، يعني بالتعبير الشائع مؤخراً يعتقد أنه هو محور الكون. لكن السؤال المهم، هل اتجه جيل زد إلى تبني شعور الاستحقاق بمحض إرادته؟ أم أنه ابن عصر دفعه إلى هذا الشعور؟ تسمع؟ تسمع؟ آهات الناس، حاجات الناس، شارك الناس ومد ايدك بالاحسان. تسمح لون هالحياة حليها الصفات بالوان الحب والخير وكون انسان. يا رمضان يا رحمة جاتنا من ربنا وحدك تعالى، فرحتنا تكبر بهلالك انبان وتلالا. ما في بجمالك لا يمكن اصلا استحالة عاد. لو نظرنا بزاوية الأب، يمكن نقول أن جيل زد ما يتحمل المسؤولية مثل ما تحملها الجيل اللي قبله، وهذا جزئياً صحيح، لكن الواجب علينا أن ننظر من زاوية أخرى تخلينا نشوف الدنيا بعين هذا الجيل. وقبل ما نلقي اللوم عليهم، لازم نتساءل ما هي الخطابات الإصلاحية والتربوية الموجهة لهم، وما هي المنصات البناءة ووسائل التواصل الصحية ومساحات التعامل الرشيدة اللي اختلطوا فيها. هذا الجيل حرم من خير كثير كان متوفر وجاهز للأجيال السابقة، فمقابل تراجع أو غياب المحاضن التربوية ووسائل رعاية الشباب والفتيات اللي كانت منتشرة سابقاً، هناك عشرات الآلاف من الشبكات والمنصات الرقمية والإعلامية اللي تشكل عقليات أفراد هالجيل وتبني سلوكياتهم. لذلك لو نظرنا إلى الأجيال السابقة وإلى الجيل الحديث وسوينا مقارنة سريعة مثلاً بين طفل عمره 14 سنة اليوم بطفل آخر عمره 14 سنة عام 1947، راح نشوف الفرق بينهم ملاحظة من خلال السمات والمميزات الموجودة عن طفل 47 اللي يتسم بالانضباط والمرونة والشجاعة والمثابرة والصلابة والصبر واللياقة البدنية والشعور بالأهلية. أما الجيل الحالي فهو غير قادر على تحمل المسؤوليات مثل ما تحملها اللي قبله، أو كما يقول الكاتب والمؤلف الأمريكي شين تروتر في كتابه وضع المعايير، أن جيل الأطفال الحالي يشعر بالاستحقاق، جيل ناعم يفتقر إلى الكثير من الإحساس بالمعنى بخلاف إشباع رغباتهم السطحية. فنموذج تنمية الشباب الحديث يركز على توفير أعلى مستوى ممكن من الراحة والترفيه. نحن مهووسون بتقديم النتائج، ولكن في كثير من الأحيان نتجاهل جودة الأشخاص الذين نصنعهم. فعلى الرغم من تمتع جيل الشباب الحالي بمستوى معيشي أعلى من أي جيل آخر في التاريخ، إلا أن صحته العقلية والبدنية أسوأ من أي وقت مضى. ومثل ما راح نشوف بعد شوي،
فالتكنولوجيا الجديدة وفشل معايير تنمية الشباب يجتمعون لقيادة أطفالنا نحو مستوى مذهل من التدهور الجسدي والعقلي. في الولايات المتحدة وحدها يعاني الشباب الأمريكي من السمنة المفرطة 3 أضعاف من الشباب عام 1970. فمن بين كل 5 أطفال يعاني طفل واحد من السمنة المفرطة. ورغم التسارع التقني الهائل بين عام 2005 و2014 لكننا نشوف زيادة بنسبة 37% في اكتئاب المراهقين، وواحد من كل 5 شباب يعاني الآن من اضطراب نفسي شديد. والأمر ما يختلف بحالات الانتحار، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 33% في معدل انتحار الأطفال والشباب من سن 10 إلى 19 سنة في الفترة من 1999 إلى 2014، وتزيد احتمالية الانتحار لدى الفتيات في هذا النطاق بمقدار 3 أضعاف. الاستحقاق إذن ما كان شعور نافع كما يعتقد البعض، بل زادت التعاسة وتضخمت الفردانية وانتشرت الهشاشة النفسية. لكن شنو اللي نقدر نسويه لعلاج هذه المشكلة بدل المقارنات واللوم والتقريع؟ تبدأ عملية التغيير عبر الانتقال من الشعور بالاستحقاق إلى الشعور بالمسؤولية، والأب والأم لهم دور أساسي بهذا التحول. فإحنا نتعامل مع شبابنا وفتياتنا مثل معاملتنا لأطفال صغار، ونستخدم السلامة كعذر كل ما واجهتهم مشكلة انطلاقا من تصورنا أنهم راح يسقطون عند أول تحدي إذا ما ساعدناهم. فمبالغتنا بتمهيد الطريق لهم وخوض معاركهم الخاصة والقيام بمسؤولياتهم بدلا عنهم يصنع جيل غير واعي بقدراته، ناقص النضج وغير مدرك لطبيعة الواقع. هذه هي المشكلة في نموذجنا الحديث لتنمية الشباب، إنه يعزز معاملة كل طفل كما لو كان مركز الكون. فالتربية الحديثة تتمركز حول الإفراط بتوفير الراحة والإفراط بالحماية وإيجاد العذر دائماً لسلوك الطفل. هالشيء أدى إلى نشوء جيل يقدس المتعة واللهو، وينفر من أي شيء جاد ويتهرب من تحمل المسؤولية، ويستسلم مباشرة ويطلب المساعدة عند أبسط عقبة تواجهه في طريقه. لكن إذا كان الخلاص من هذه المشكلة عبر الانتقال من شعور الاستحقاق إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية، فشلون يتم هذا الأمر؟ يقول الأستاذان بعلم النفس ريك بيرتون ونورم أورايلي في مقال بحثي لهما: نحن نؤمن إيماناً راسخاً بوجود انفصال بين التدليل المفرط للوالدين وقدرة أطفالهم على تعلم سمات قيادية قيمة. فكل ما زاد الدلال قلت قدرات الأطفال القيادية. قد يكون من حق الوالدين مساعدة طفلهما، لكن منعه من البدء من القاع قد يضعف قدرته على إتقان التعامل مع الحياة. والبحث حقاً عن لحظات القيادة، فالاستحقاق دون عمل هو وصفة لكارثة. الأم اللي اشتكت من ولدها اللي يبي سيارة بعيد ميلاد 16 كاي ويما، وضعت برنامج لمدة 12 شهر يهدف إلى تعزيز المسؤولية عند الطفل. يتكون البرنامج من محاور متعددة مثل ترتيب الغرف وتنظيف البيت وطهي الطعام ومعرفة الوصفات وشراء مستلزمات البيت من البقالة والاعتناء بنظافة الحمام والنظافة الشخصية، وكل هذا يتم تعليمه للطفل تدريجياً داخل البيت. وبدلا من تغيير الطعام المستمر عشان يلائم ذوق الطفل، يلتزم الوالدان بما تم طهيه فقط، والطفل اللي ما عنده رغبه بالاكل من هذا الطعام ما عليه الا انه يقوم من السفره. ما في خيار نطلب وجبه من مطعم او نعد طعام اخر مخصص له. اما خارج البيت فقد نصحت وايمة بدفع الاطفال للعمل البسيط اللي يحصلون من خلاله على الاموال، مثل العمل بالأماكن اللي تسمح بعمل الصغار أو التعلم من مهن الآباء حتى يكتشف الطفل قيمة النقود، وأن العمل ما هو وظيفة للراحة وقضاء الوقت الممتع ولكن لتلبية احتياجات الحياة ومتطلباتها. وهي تنصح الآباء والأمهات بتعليم الأطفال حسن الضيافة والتعامل اللائق مع الضيوف، وأن الطفل يبقى مهذب خارج البيت وداخله ويتعلم شلون ينظف ويعتني بكل ما هو خارج المنزل كما يعتني بجميع ما هو داخله. وتنصحنا بتعليم الأطفال أن يصلحون الأشياء اللي خربونها، وأن يعيدون ترتيب الأشياء اللي عبثوا فيها، ويشاركون الوالد إصلاح الأدوات والأشياء المكسورة أو المعطلة.
وبهذه الوصفة قدرت الأم أنها تتجاوز شعور أبنائها بالاستحقاق وتحوله إلى شعور بالمسؤولية. كل واحد منا يقدر يطبق نفس المبدأ بطريقته الخاصة، فالمهم نعلم أبنائنا شلون يتكيفون مع الفشل وشلون يتقبلون أخطائهم ويعملون على إصلاحها، وأن العالم لم يصمم بطريقة توافق رغباتهم، وأخيراً أنهم ما يمثلون محور الكون. إلى اللقاء.